انطلقت فعاليات النسخة الثانية لملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة بتنظيم من جامعة البحرين وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جائزة تهدف على وجه التحديد إلى تحريك الطاقات الإبداعية التي تسكن عقول طلبة الجامعات المقبلين على التخرج وأحثهم على البحث عن مكامن الإبداع دوما بالشكل الذي يساعدهم على الخروج بإنتاج المعرفي يتم توظيفه مستقبلا بالشكل الذي يتلاءم وحاجه السوق المحلي له بعد نجاح النسخه الاولى لملتقى جائزه خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزه ها هي النسخه الثانيه تجيء بقدم ثابته تحت عنوان لنصنع الابتكار جائزه استطاعت ان تثبت جدارتها في تحريك الطاقات الابداعيه التي تسكن عقول طلبه الجامعات المقبلين على التخرج فهي من تحث بناه المستقبل على التميز والبحث عن مكامن الابداع دوما الى جانب ما توجده من روح نشطه تهوى التنافس في الخروج بانتاج معرفي من المؤكد ان يتم توظيفه مستقبلا بالشكل الذي يتلاءم وحاجه السوق المحلي له. هذا الروح الشبابيه والابداعيه اعتقد جيده وهذا الملتقى يمكن بيكون انطلاقه 100% متاكد بيكون رافد وفي بعض المشاريع اذا تبنتها الدوله عن طريق هذا الملتقى 100% راح تحقق عائد جدا ممتاز وتخلق وظائف وهذه رؤيه البحرين 2030. ما يزيد على 30 مشروع تخرج تم تصفيتها للوصول الى المراحل النهائيه، قدمت من قبل طلبه وطالبات تخصصات الهندسه وتقنيه المعلومات ممن ينتمون لعشر جامعات حكوميه وخاصه. انتقاء المشاريع المتأهلة مر عبر بوابة أدق المعايير والشروط الواجب توفرها في مشاريع التخرج التي تميزت عن غيرها لأمور عدة من أهمها تصميم طريقة التصميم والفكرة والمدى مدى تقييم او مدى استخدام هذا المشروع او المشروع المتسابق في المجتمع. مشاريع جاد بها مبتكروها من الطلاب الذين اطلقوا العنان لاختراعاتهم التي تخدم بلا شك تطور وارتقاء مخرجات التعليم بالشكل الذي ينعكس ايجابا على مواصله مسيره التنميه والبناء لاحداث النقله النوعيه المرجوه داخل اروقه المجتمع الواحد مشروع اللي هو براند يعني اسوي ملابس الجاهزة بس مستوحاة من الحضارات المختلفة في العالم وماخذة من انواع الاقمشة من الحرفة اليدوية ومطبقتها بتصميمات يعني حديثة. المشروع اسمه سمارت تراش وهو عبارة عن سلة مهمات ذكية راح تحافظ على البيئة بالدرجة الأولى وأيضا بصحة الإنسان. مجرد إذا المواطن اشترى شيء بالكريدت كارد على طول راح ينضاف في السيستم أو إنه إذا عنده رصيد معين يقدر يصور بالكاميرا وعلى طول البيانات تاخذ من ناخذها من الرصيد وتروح في السيستم ان نقيس مدى الوعي الشعب البحريني في استخدام الهاتف الذكي وكيفيه طريقه حمايتهم للمعلومات المخزنه داخل الجهاز كليه عماره هاي فكرتها ان هي بتكون بحد ذاتها لاند مارك في البحرين وبتخرج اجيال تصنع لاند ماركس في البحرين لان هي كرافت اورينتد يعني قائمه على الابداع المعماري والشغل اليدوي شباب موهوب ومبدع وحاب تطوير بلاده ويخدم مملكه البحرين واتمنى انا كطالبه جزائريه انه هذه المبادرات تنقل للجزائر او تفتح على مستوى عربي او دولي لما لا ملتقيات علميه وفعاليات طلابيه تستنهض الجهود الشبابيه الابداعيه وتبرز ما لديها من امكانات تعد رافدا مهما تتماشى مع واقعيه سوق العمل صناعه الابتكار وتوطين معالمه في كيان قاده المستقبل وشباب التغيير ما هي الا خطوه تسير في الاتجاه الصحيح ستثبت قدرتها في تكوين جيل مدرك ومستعد لمتطلبات مرحله ما بعد مقاعد الدراسه كشريك فاعل يدفع بعجله اقتصاده الوطني الى الامام لتلفزيون البحرين محمد رتشاده